تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صباح الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح الصحة. ودائما إن شاء الله مستمعينا الأعزاء يومكم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي المبدع في فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل قواسمة. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة أرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم. عندنا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان امرأة تفقد 45 كيلوغراما من وزنها خلال عام. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة اليوم تحت عنوان نصائح غذائية لمرضى متلازمة القولون العصبي، وبتكون ضيفة معاي اليوم الأستاذة عبير عبد الله، أخصائي أول التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبيكون حديثي معاها عن متلازمة القولون العصبي ومشاكل القولون وأيضا الأطعمة وبعض المشروبات المضرة للمصابين بالقولون العصبي، وأيضا بنتحدث معاها عن الأمور اللي مفروض أن الشخص اللي مصاب بالقولون يتجنبها وبعض النصائح الوقائية حول موضوع متلازمة القولون العصبي. أما فقرتنا الثانية لهذا اليوم تحت عنوان التسنين عند الأطفال، وبيكون معي عبر الهاتف الدكتور أحمد عبدو، أخصائي أول طبي الأطفال بمستشفى لطيف بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاه اليوم عن التسنين عند الأطفال وبعض المواضيع الخاصة حول هذا الموضوع. بنتحدث مع الدكتور أحمد عبدو. دائما مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم مع ضيوفنا، إذا عندكم أي استفسار حول موضوع التسنين لدى الأطفال أو عن موضوع متلازمة القولون العصبي على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ننتقل مستمعينا مع مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك أختي أسمى بالنور والعافية والسعادة والطاقة الإيجابية دائما. وشو عندك اليوم من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تقريبا من الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي هي أول شيء النشرات اللي كنا حاطينها، كنا مركزين على تعزيز الذاكرة والنصائح الخاصة بتعزيز الذاكرة، ومن أهم النقاط اللي دائما الأشخاص يختلون عنها هو تقليل من نسبة السكر المضاف. السكر المضاف مو بس يؤدي إلى مرض السكري، ولكن أيضا يؤثر على الحالة النفسية، الحالة المزاجية، وأيضا يؤثر على
نسبة الذاكرة عند الإنسان. فالسكر صحيح. نتكلم نحن عن السكر المضاف اللي تم يسمونهم ريفاين شوجر، اللي هو السكر الأبيض اللي تم إضافته في الوجبات. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي هي الإحاطة اللي كانت موجودة يوم أمس، واللي كانت تقول بعض المعلومات المهمة واللي كان عليها وايد استفسارات في الفترة السابقة، وهي من ضمنها اللقاحات. بنعطيكم بس بعض من الأشياء اللي صارت، إن من ضمن الاستراتيجية الدولية الاستباقية توفير الحماية القصوى للمجتمع، هذا من خلال الكلام اللي قاعد أقراه من خلال موقع السوشيال ميديا خاص بالهيئة الوطنية للكوارث والأزمات في الدولة. يقولون تم فتح باب تلقي الجرعة الدائمة الإضافية من لقاح سينوفارم للأشخاص الحاصلين على اللقاح السابق والذي أكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية، والأولوية لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم تأكيد عليها أن الجهود الإماراتية في مجال توفير اللقاحات امتدت لتشمل مساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية والوقوف بجانبها للبلوغ مرحلة التحافي. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم ذكرها في الإحاطة أنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 73.88% من إجمالي الفئات المؤهلة والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما أن تم تطعيم نسبة 80.33% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئات ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بمرض ومضاعفاته. نتكلم أخوي عبد الله لما يقول 80%، يعني هناك أيضا مجموعة من الأشخاص اللي ما زالوا ما أخذوا اللقاح من الجميع، خصوصا أنهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض اللي هم 60 سنة فما فوق، وايد مهم أنهم يتجهون وأن يأخذون اللقاح. من خلال هيئة الصحة وفرت طرق سهلة لهذه الفئة العمرية أن تأخذ الموعد من خلال مركز الاتصال ويختارون خدمة 60 سنة فما فوق للتطعيم. أيضا الخدمات كلها متوفرة بسهولة جدا من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، وكل اللي عليهم أن يدخلون التطبيق، سواء عندهم طريقتين للدخول، إما عن طريق رقم السجل الطبي أو من خلال UAE Pass، يجون يدخلون التطبيق وأيضا يختارون أقرب موعد يناسبهم. فنحن دائما ننصح الجميع انهم ياخذون التطعيم، يعني الواحد يفكر انه ياخذ التطعيم بعدين يفكر في الاشياء الثانيه. وصلت مجموعه ايضا من الاسئله بخصوص بعض الامراض الخاصه بالجهاز العصبي واخذ التطعيم، وراح نوفر الاجوبه خلال ان شاء الله الاسبوع القادم، وسيتم نشرها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصه بالامراض اللي وصلتنا، لان بعض الاشخاص ذكرون امراض معينه وراح نجاوب عليها ان شاء الله خلال الاسبوع القادم. نعم. تقريبا هذه الاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع ايضا التزام بالاجراءات الوقائيه حتى لو كانوا واخذين التطعيم لسلامتهم وسلامه اللي حولهم. دمتم بصحه وسعاده. دمتي بصحه وسعاده. شكرا اختي اسماء الجناحي على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا الاعزاء، متلازمه القولون العصبي وبعض النصائح حول هذا الموضوع بتكون معايا الاستاذه عبير عبد الله، اخصائي او خبيره التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي. بعد الفاصل بيكون حديثنا معاها عن متلازمه القولون العصبي، وبامكانكم التواصل معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبعد الفاصل صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم، سهلة ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن ننتقل مستمعينا إلى
فقرتنا، فقرة نصائح غذائية لمرضى متلازمة القولون العصبي. أحب أني أيضا أذكركم ببعض طرق تحسين الذاكرة اللي تقول دائما تناول كمية قليلة من السكر أو السكريات المضافة، وأيضا الحفاظ على الوزن الصحي بشكل دائم، الحصول على قسط كاف من النوم، وأيضا ممارسة الألعاب التي دائما تحفز الذاكرة، وتخصيص وقت للتأمل بشكل مستمر، وأيضا تناول بعض المكملات زيت السمك إذا نصح ذلك الطبيب. ننتقل من النصائح الخاصة بتحسين الذاكرة إلى نصائح غذائية لمرضى متلازمة القولون العصبي. ومثل ما تعرفون دائما مستمعينا الأعزاء بأن هناك كثير يعانون من متلازمة القولون العصبي، وأيضا لهم ظروف صحية خاصة التي في بعض الأوقات تحرمهم من بعض الأغذية أو نوعية معينة من الأكل، وتفرض عليهم مرات الالتزام بمقادير غذائية أو نوع محدد من الأغذية. لمعرفة المزيد مستمعينا حول هذا الموضوع يشرفني تكون معايا عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذة عبير عبد الله، أخصائي أول التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة عبير صباح الخير. صباح الخير وكل عام أنت بخير. وكل عام وأنت بخير وسعادة أستاذ عبير. موضوع الحقيقة يعني مهم، اللي عندهم مشاكل متلازمة القولون العصبي الحقيقة هناك يعني ظروف يمرون فيها، يحتاج إلى دعم من يعني الفريق الطبي المعالج، أو من بعض الأحيان الطبيب، وبعض الأحيان أيضا أخصائي التغذية. أستاذ عبير لو نتحدث معك في البداية، تعطينا نبذة سريعة ما هي متلازمة القولون العصبي، وما هي أيضا مشاكل القولون العصبي على وجه التحديد؟ صحيح، هو مثل ما حضرتك تفضلت قبل، هو من أكثر المشاكل بالجهاز الهضمي شيوعا، فكثير بنسمع ناس دائما عندي القولون العصبي القولون العصبي. صحيح. هلا هو فعليا مش مرض، لا يعتبر مرض، هو عارض بيسبب مثلا أشياء بتضايق أو تقلصات بالبطن أو انتفاخ أو آلام بالبطن، بس هو فعليا مش مرض، هو بس عارض وبيعمل أعراض. يعني ما يعتبر مرض مزمن أستاذ عبير؟ نعم. هو مش مرض، هو عوارض، مجموعة عوارض يعني. وممكن تستمر يعني من شخص إلى شخص، ممكن تستمر، وممكن في أشياء بتزيدها وفي أشياء بتنقصها. نعم نعم جميل. في كتير منهم مثلا نسمع عندهم الألم بالبطن، الانتفاخ، ودائما بيكون في عندهم إسهال وإمساك، يعني بيتناوب مرات. صحيح. إسهال مرات إمساك. إجمالا هي بتصير بسبب أسلوب الحياة أو نوعية الأكل اللي بيعملوها الناس، أحيانا كثرة التوتر على فترات طويلة ممكن يسبب قولون عصبي، زيادة استخدام الملينات على فترات طويلة، في ناس بتستخدم ملينات لفترات طويلة فممكن تخليها تؤدي هاي لظهور عوارض القولون العصبي، حتى ممكن تناول كميات كبيرة من الكافيين اللي بياخد كمان على فترة طويلة، مش يعني اللي بيشرب بيوم أو يومين، إحنا لما نقول كميات كبيرة بيكون على فترات طويلة. صحيح. يعني الناس عندهم بطبيعتهم بيشربوا قهوة كتير، شوكولاتة كتير، أو مشروبات غازية كتير، ممكن كمان يؤديهم بعد فترة أنه يصير عندهم عوارض القولون العصبي. وفي ناس بيكون سببه فعليا هو الحساسية من الطعام أو من بعض الأطعمة، فكتير مهم أنه إذا حدا بيحس بهاي العوارض يفحص، يعمل فحص حساسية الطعام. نعم. لأنه مرات بيكون بس نتجنب هاي الأطعمة اللي تسبب الحساسية بتروح الأعراض. معناته هناك كثير من الأسباب اللي ممكن الشخص. أيوة. يعني يصاب بهاي العارضة مثل ما ذكرتي أستاذة عبير، فالواحد مفروض أنه أيضا يعني يمشي على أو يعني يعمل نظام غذائي جيد. صحيح. يعني نمط أسلوب نمط حياة صحية، يعني على أساس أنه أيضا يتجنب هاي المشاكل الصحية من ضمنها يعني متلازمة القولون العصبي. صحيح، كثير مهم أن يكون مثل ما قلت أسلوب الحياة الصحية، طريقة الأكل صحية منتظمة أكثر، يعني ما نأكل مثلا وجبتين باليوم كثير كبار، يكون أكل وجبات متعددة وصحية وصغيرة، لأنه إذا ندخل فجأة كمية أكل كبيرة بنهيج الجهاز الهضمي أكثر، فيستحسن يكون أكل صحي على كميات بسيطة عدة مرات في اليوم، أكثر من 3 مرات، ممكن نوصل لخمس مرات في اليوم، بس ما تكون كميات كبيرة. صحيح.
ودائما استاذة عبير يعني اغلب الامراض انا من خلال يعني حوارنا لبعض الاطباء او اخصائي التغذيه او مرشدين الدعم النفسي دائما هناك يعني اكدون على ان يعني افضل شيء للانسان بانه يكون صحي لابد انه يتبع نظام يعني حياه صحي، بحيث انه يكون يعني عنده برنامج غذائي صحي، برنامج رياضي، نوم صحيح. يعني بساعات جيده صحيح. يعني اتباع، فدائما يعني يمنع الكثير من الاعراض ممكن انه يصاب اذا ما اتبع صحيح. هذا البرنامج. أنا حتى قلة النوم لفترات طويلة بتأدي كمان للقولون العصبي، يعني هو فعليا بده أسلوب حياة صحي ونظام أكل صحي. صحيح. أستاذ عبير، هل هناك مثلا يعني أطعمة معينة أو مشروبات ممكن تضر الشخص إذا كان عنده مشاكل في القولون العصبي؟ أيوة، مثل ما قلت قبل، الأطعمة اللي فيها كافيين، يعني القهوة، الشاي، المشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية، الشوكولاتة بكميات كبيرة، هاي كلها فيها كافيين. أي حدا عنده قولون عصبي لازم يقلل يعني للحد الأدنى تناول الكافيين. والأطعمة اللي بيكون فيها دهن زيادة، الأطعمة الدسمة كمان بتزيد أعراض القولون العصبي. فينا كمان نقول الأطعمة اللي فيها سكريات كتير، يعني الحلويات، الأشياء اللي فيها سكر، وحتى ممكن أحيانا الفواكه، خاصة لما يكون الأعراض كتير قوية. تعرف القولون العصبي مش كل الوقت بنفس الحدة، فلما يكون كتير الأعراض حادة أحسن ما ناخد فاكهة كتير بهذاك الوقت، لأنه فيها سكريات. هي صح سكريات مفيدة بس برضو فيها سكريات. صحيح. ممكن كتير أحيان منهم بيكون ما بيتحملوا اللاكتوز اللي هو السكريات الموجودة بالحليب، فهدول بدهم يراقبوا حالهم كمان، إذا وقت اللي بيشرب حليب بتزيد الأعراض بده يحاول يتجنب شرب الحليب. طبعا حسب ما ذكرتي استاذة، عفوا استاذة عبير، بان ذكرتي من ضمن الاسباب هو يعني حساسية الأطعمة. بعض الناس ممكن يكون عندهم حساسية، فيفضل بان يعني اذا عنده هاي الاعراض المفروض انه يسوي فحص الحساسية لمعرفة يعني ما هي الأغذية او المشروبات اللي ممكن تسبب. نعم سوري عفوا، لأن الحساسية مش دائما مثلا تعمل حكة أو شيء، أحيانا بيكون مش حساسية، بسموه intolerance أو عدم تحمل، فأنت بتاخذ الأكل ما بتحس بأعراض بس هي بتسبب أعراض هضمية بعدين. صحيح. فكتير مهم إذا حدا عنده كتير أعراض هضمية متكررة إنه يعمل فحص الحساسية أو العدم التحمل. نعم أستاذ عبير، ذكرتي أنت طبعا الأسباب وأيضا بعض الأغذية اللي ممكن يعني تؤثر وتعمل بعض الاضطرابات يعني للقولون العصبي. هل هناك بعض الأستاذة عبير بعض الأطعمة أو المشروبات اللي هي مفيدة للناس اللي عندهم بعض المشاكل في القولون العصبي؟ إيه، هو أهم شيء أنه بده يأخذ سوائل يوميا تقريبا 3-4 لتر، طبعا تكون سوائل يستحسن من الماء، أو إذا مثلا عصير يكون عصير طازج مش مشروبات غازية أو مشروبات فيها سكريات مضافة. بس الكمية السوائل لازم تكون كمية كبيرة، يعني أكبر من المصفي عادي عادة للناس اللي ما عندهم هيك أعراض، تقريبا 3-4 لتر. ومفروض ياخذوا تقريبا 20-30 جرام الياف. هلا هي بتكون من الخضروات، من الفواكه، اذا حبوب مثلا خبز او رز او اي شيء تكون حبوب كامله فبيكون فيها الياف اكثر. بده يكون دائما مضغ الطعام كثير منيح، يعني ما ياكل الاكل بدون ما يمضغ منيح الشخص اللي عنده هيك اعراض. ويكون دائما تنوع في الأطعمة، يعني نحن دائما بنحكي عن الطبق الصحي يكون نصه خضار فواكه، الربع من مشتقات البروتين، والربع الباقي مثلا نشويات رز أو بطاطا، فما بدنا نركز على نوع أكل واحد، بده دائما يكون في تنوع بالطعام، طبعا يكون تنوع صحي. صحيح. مضغ الطعام أستاذة عبير، هناك بعض الاعتقادات في بعض الدول بأن كثر ما الإنسان يمضغ الطعام يعني بوقت أكثر يعني يعتبر أنه ممكن يطول عمره من خلال مضغ الطعام، لأنه يعطي أريحية للمعدة في عملية الهضم، بيساعد المعدة فعليا، يعني بيوصل بدل ما يوصل
حجم كبير بيوصل اوريدي شوي شبه مهروس يعني. هل هناك يعني معادلة معينة أستاذ عبير يعني عن موضوع هضم الطعام، يعني مضغ الطعام مثلا ممكن ما هي المعادلة؟ كيف الإنسان يتأكد أنه مضغ الطعام بشكل صحيح؟ يعني بدنا مثلا من 10 ل 20 مرة نحاول نعض عليه قبل ما نبلعه. 20 مرة لازم نجرب اليوم. هو بدها هاي قصة تعود يعني، تعود شوي صحيح. شوي الواحد بيتعود عليها، بس بيكون مركز بالأكل. وكتير كمان مهم ما يأكل ويشرب بنفس الوقت، يعني مش في ناس كتير عندهم هالعادة إنه لازم مع الأكل عصير أو شراب، ويستحسن إنه يكون الأكل لوحده صحيح. وبعدين السوائل مثلا بعد ساعة. يعني في ناس تعتقد أستاذ عبير بأن شرب الماء مع الأكل يساعد في عملية لا. الهضم، لا مثل بنزيد الضغط على المعدة يصير سوائل ومي، فهو يستحسن نشرب قبل الأكل بنص ساعة أو بعد الأكل بساعة. أو بعض الناس تعتقد المشروبات الغازية أيضا يعني تساعد. لا هي بتساعد بالهضم أكثر، الناس هيك بيفكروا، هو فعليا بالعكس بيأذي الجهاز الهضمي أكثر ما بيفيد. نعم أستاذ عبير، في آخر دقيقة مثلا إذا حابين نعرف كيف الإنسان ممكن يتجنب مشاكل القولون العصبي بشكل عام، وما هي النصائح اللي تحبين تقدمينها اليوم؟ مثل ما قلنا يكون يتأكد أنه نظامه الغذائي صحي، وجبات متعددة، وجبات منتظمة، الرياضة، الاسترخاء، ما يكون يكون حتى النوم منتظم، ما يكون في يعني ممكن نعرف الضغوط النفسية هي مش بإيدنا، بس نحاول قد ما فينا أنه نكون مسترخيين خلال اليوميا يعني عشان ما نزيد الضغط على الجهاز الهضمي. وهي دائما المعادلة الصحيحة النظام الغذائي الصحي وأسلوب حياة صحي. ايضا استاذ عبير اتوقع الجانب النفسي له دور كبير جدا للناس المصابين. الضغوط النفسيه بتاثر على القولون العصبي، فبده يلاقي طريقه الانسان كيف يقدر يسترخي، اذا بيقدر ياخذ مثلا وقفه الشغل، ياخذ اجازه، او انه يعطي مثلا وقت باليوم للاسترخاء او تمارين استرخاء كثير بتساعد. او ما يمنع ايضا استاذ عبير الشخص اللي عنده بعض التوترات يعني النفسيه انه ياخذ استشاره يعني من اللي هم المرشدين؟ طبعا مش مجرد ضغط نفسي يومي مثلا بتاثر عليه بشكل مستمر، ما بيمنع طبعا ياخذ استشاره حدا مختص. نعم استاذ عبير عبد الله، اخصائي اول او خبير التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيك العافية. يعطيك العافية. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل موضوعنا اليوم الثاني بيكون عن التسنين عند الأطفال، وبيكون ضيف معايا الدكتور أحمد عبدو، أخصائي أول طبيب أطفال في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن التسنين عند الأطفال بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم، سهلة ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ موضوعنا الثاني لهذا اليوم تحت عنوان التسنين عند الأطفال. ومثل ما تعرفون مستمعينا بأن فترة التسنين عند الأطفال في الغالب من عمر 4 أشهر وحتى 3 سنوات، ووفق الأقوال طبعا الطبية الشائعة حول هذا الموضوع. وخلال هذه الفترة دائما تواجه الأم أو الأسرة أو الأب قلقا بالغا أثناء فترة التسنين لدى الأطفال. للمزيد حول هذا الموضوع يشرفني اليوم يكون معايا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبدو، أخصائي أول طبي للأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. الدكتور أحمد صباح الخير. دكتور أحمد صباح الخير. صباح النور، أهلا. مرحبا دكتور أحمد، كيف حالك؟ وسعداء جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن موضوع التسنين عند الأطفال. بالضبط إن شاء الله. طبعا دكتور مثل ما ذكرنا نحن في البداية بأن فترة التسنين تبدأ عند الأطفال من عمر 4 أشهر
إلى 3 سنوات، طبعا وفق الأقوال الطبية الشائعة. ولكن مع هاي الفترة طبعا دكتور، هناك بعض التحديات اللي تواجهها الأسرة وبالأخص يمكن الأم والأب خلال هاي المرحلة. بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع دكتور، ولكن في البداية نحب أن يعني تخبرنا دكتور ما هو أو ماذا يعني التسنين لدى الأطفال، وهل فعلا يبدأ من عند عمر 4 أشهر أم أقل في بعض الأوقات؟ هو التسنين هو بداية ظهور الأسنان اللبنية اللي هتتغير بعد كده، هي دي اللي بتطلع في الأول، ودي الأسنان دي تقريبا الغربية العظمى بتبتدي عند سن 6 شهور، لكن في بعض الأحيان بيبقى عند ممكن عند 3 شهور وبيبقى مبكر، لكن في الغالب بين سن 6 شهور إلى 10 شهور. وطبعا دي بتبقى مرحلة صعبة بالذات على الطفل وعلى الأهل، وذات الأب والأم، لأن الفترة دي لما الأسنان بتكون طالعة من اللثة بيبقى في علامات معينة وفي شكاوي الأم بتلاحظها على الطفل، اللي مثلا بيعض كل شيء، ساعات بيرفض الأكل أو الرضاعة أقصد بسبب الألم، بيبقى ساعات عصب المزاج وعدم انتظام الرضاعة، ساعات بيقعد يحك في دقنه وشفته، ساعات بيشد وإذنه، ساعات بيقعد يبكي من الألم. في بعض حالات بيبقى معها قيء وإسهال وحرارة، بس دي أؤكد إن هي لازم تبقى بسيطة جدا، فالأهل ما يفتكروش إن هي من الأسنان فيسيبوا الطفل يقول لك لا ده من الأسنان. فالثلاث أعراض اللي دايما الأهل نسمعه منك لك لا ده بيسنن، لا مش أي قيء وإسهال وحرارة يبقى تسنين، فلازم في الحالة دي يبقى يطمئنوا ويرجعوا للطبيب. وبعض الأحيان برضه بيبقى فيه اضطرابات في النوم عند الطفل، غالبا لما بيحصل إسهال أو شيء بيبقى لأنه الطفل مثلا بيبقى عايز يحك في أي حاجة، ممكن يبقى إيده مسكت الأرض وبعد كده حطها تمه، فممكن يحصل تلوث، لكن مش ده الأساس. ممكن نلاحظ إن في احمرار في اللثة وتلاقيها منتفخة، وساعات بيبقى في احمرار على الخدين، وطبعا بيسحب هذا برضه بيبقى في نتيجة زيادة اللعاب والطفل ما بيقدرش يبلعه قوي، فبينزل من الفم ينزل على الدقن ويعمل ساعات احمرار وحكة في الجلد. فهي دي مرحلة صعبة، بس هي بتعتمد على ان الاباء يعني الاباء والامهات يكونوا صبورين وحنونين جدا على اطفالهم ويتعاملوا معهم بطريقة ممكن نشرحها حاليا. نعم. انه ممكن مثلا ام تنظف قطعة قماش نظيفة كبيرة طبعا بصباعها كده يكون بس نظيف، ممكن نستخدم ساعات العضادة أو لعبة مطاطية، بس تبقى طبعا ممكن نحطها شوية باب التلاجة وليس في الفريزر بحيث تبقى بردة شوية، بحيث الطفل ما يحطها في فمه يضغط عليها فبتحسسه إن الألم يقدر يروح منه. ممكن في بعض الأحيان برضو طبعا ممكن نفضل ندي زبادي، ولو في المرحلة إن الطفل أوريدي أصلا بياخد طعام فممكن نديله فاكهة مسلوقة مهروسة يكون ما فيهاش قشر مثلا زي التفاح أو الكمثرى، وتكون باردة شوية برضو زي ما قلت في باب التلاجة. لما الأمور بتزيد ساعات شوية بنحتاج ندي مسكن، بس أنا بفضل المسكن ده للألم ما يعطاش بصفة دورية، ويريت نبعد عن المسكنات اللي فيها بعض منتجات الكحول. نعم. وبعض أحيان ممكن نستخدم الجل، الجل بتدعف الصيدليات، وبس أنا أفضل اللي هو الجل اللي فيه مادة مسكنة موضعية آمنة، لأن في مواد تانية فيها مواد مخدرة ودي لا أنصح بها. فالأهل لو يشتروا هذه الجل يتأكدوا أنه هو مفهوش فيه المادة المخدرة، بس فيه مادة مسكنة زي الليمكرين. وزادت ياريت أثناء النوم نبقى نمسح للطفل على المكان زيادة اللعاب اللي عمل الحمرار على الدقن بحيث تلطفه له وهو يقدر ينام. دكتور أحمد، عندنا استفسار من أحد المستمعين يقول إن عنده طفل وعمره 6 شهور ويعني عنده كل الأعراض اللي ذكرتها دكتور أحمد اللي هي متعلقة بالتسنين، ولكن ما في ظهور أي علامات يعني ظهور الأسنان،
ولكن المشكلة تقول أن مستمرة عند الحرارة، ويوم أخذتها للمستشفى قالوا أن يعني هاي أعراض التسنين، فهي خايفة من يعني كثرة إعطائه المخفضات الحرارة. فشو تنصحهم دكتور في هالموضوع؟ لا، هو غالبا أول حاجة أن التسنين ساعات بياخد وقت عبال ما يبان يظهر، يعني ممكن الطفل بيكي ويبتدي عليه الأعراض قبل ما تظهر الأسنان نفسها تطلع من أو تشق اللثة. لكن أفضل شيء طبعا مش ما بفضلش المسكنات على طول، لكن زي ما قلت حاجة ممكن نستخدم له العضاضة الجل، والطبيب طبعا هيقرر حالته هل دي أعراض نتيجة التسنين بس ولا أعراض حدثت مع التسنين حاجات مرضية أخرى يعني حصلت زي القيء والإسهال، فلازم يبقى في تفريق بين الاثنين. لكن أعتقد لو بياخد مسكنات كتير مخصصة لا، لازم تراجع الطبيب ونشوف إيه السبب المرضي الآخر المتعلق بشيء خارج التسنين نفسه. صحيح دكتور، بما أننا نحن نتحدث عن موضوع التسنين، هل هناك مثلا أعراض واضحة يعني مصاحبة للتسنين لمعرفة الأبوين حول هذه الأعراض؟ هو في الشكاوى اللي هم أو الأعراض اللي بيشوفوها من الطفل، وفي العلامات اللي ممكن نلاقي الإحمرار في اللثة أو منتفخة أو الخدود مثلا محمطة برضه وزيادة الريالة، وإن الطفل طبعا بيحب عايز يمسك أي حاجة يعضها، بنحط له المرضعة العضاضة يعني فيحس ان هو خف الألم، فدي تمشي مع التسنين اكتر. نعم دكتور، كيف موضوع الـ يعني يتم تخفيف هذه الأعراض؟ يعني انت ذكرت بعض الأشياء اللي ممكن من خلالها ان تعملها الأم لتخفيف هاي الأعراض، لو اتذكر مستمعين الأعزاء ما هي الأمور التي يمكن من خلالها ان نخفف هاي الأعراض؟ ممكن بقطعة قماشة نظيفة بمية كده بصباع الأم، تقعد تعمل مساج على اللثة بسيط كده كذا مرة في اليوم، ودي نقطة بس أهمها تكون طبعا نظيفة وكبيرة بحيث لا قدر الله ما تقدرش ما يقدرش لاعي، والعضارة أو اللعبة المطاطية وتكون باردة شوية بالثلاجة، والحاجات اللي هي الغذائية زي الزبادي والفواكه المسلوقة المقشرة زي التفاح والقمطرة تكون باردة شوية، والشراب المسكن والجل دي المادة المسكنة، دي الحاجات دي بتساعد شوية أن الطفل يرتاح وبالتالي يقدر يرضع، وبالتالي الأهل يبقوا مبسوطين وما يبقوش مزعجين يعني. صحيح دكتور أحمد، أنت ذكرت يعني من خلال حديثك بأن هناك مرات يعني بعض الأعراض يعني ممكن تكون بسبب يعني التسنين، وما ممكن تكون الأعراض يعني مرضية مع مرحلة التسنين، فمتى أنت تنصح دكتور بأن يتم أخذ الطفل إلى المستشفى للتشخيص خلال مرحلة التسنين؟ هو لو في حرارة عالية وما استجابتش دي حرارة عالية دي لازم يروح للطبيب على طول، لكن لو حرارة بسيطة وما استجابتش للأدوية المهدئة ومنخفضة الحرارة فيفضل الدكتور يشوفه، أو لو إن الطفل رافض الأكل أو الرضاعة تماما لأنه ممكن دي تأثر عليه ممكن تعمل له جفاف وده مش شيء سليم، أو إنه بيشد ودانه بصورة قوية تكون ده حاجة مرضية ليها علاقة بالأذن وليس بالتسنين مع وجود حرارة، لكن هو مضطرب في النوم وما بينامش بصفة متواصلة، فأفضل إنه يزور طبيب الأطفال. نعم دكتور أحمد، طبعا هناك أكيد هيئة الصحة بدبي متمثلة طبعا بمستشفى لطيفة الخاص للأطفال والنساء، هناك خدمات مميزة يتم توفيرها للأطفال خلال مرحلة التسنين، لو تحدثنا دكتور عن هاي الخدمات اللي توفرونها في مستشفى لطيفة للأطفال خلال مرحلة التسنين. هو حضرتك نتيجة الظروف اللي كانت المرض اللي كان موجود الفترة اللي فاتت، فتخصص طب الأطفال طب الأسنان للأطفال
مش موجود حاليا في مستشفى لطيفة، وانتقل إلى مراكز الصحية. ودي ممكن الأهل يتصلوا على 800-342 ويوجهوهم إلى المراكز الأخصائية طب الأطفال للأسنان. يعني دكتور، جميع الخدمات الطبية الخاصة للأسنان للأسنان للأطفال للأطفال تم تحويلها إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة الأولية. لهيئة الصحة بدبي. ومستمعينا، مثل ما ذكر الدكتور أحمد عبدو، بأن بإمكانكم التواصل مع الرقم أو على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 لمعرفة المزيد حول خدمات الأسنان الخاصة للأطفال أماكن تواجدها وأماكن تواجدها. دكتور أحمد، طبعا نحب أيضا يعني من خلال وجودك معنا في برنامج الصحة والسعادة أن نسمع بعض النصائح اللي يمكن من خلالها نقدمها يعني للوالدين، وخاصة بموضوع الألم، ألم يعني التسنين، تخفيف الآلام، وأيضا كيف ممكن يعني يتم تقليل قلق الأم والأب خلال هذه المرحلة. أول تقليل، هي طبعا مرحلة التسنين هتحصل لكل الأطفال بإذن الله، وبتختلف طبعا مع جدول ظهورها من طفل إلى طفل، ومن حسب العوامل الوراثية بتاعت العائلة نفسها. ففي أطفال بتطلع من تدي ظهورها من سن 6 إلى 10 شهور، لكن في بعض أطفال بتتأخر عندهم الأسنان. ممكن بحب أنصح الأهل إن هي لو قدر الله تأخرت الأسنان أكتر من عمر السنة لازم يرجعوا الطبيب الأطفال وبرضه طبيب الأسنان، يكون في أسباب أخرى مرضية. بس أنا أحب في أنصح الأهل، لأن إحنا هنا متعرضين للشمس كتير، برد فيها شمس، بس ما نتعرض فعليا ليها. فريت بندي فيتامين د بصورة دائمة اللي هي الجرعة الوقائية طالما احنا ما تعرضش للشمس كويس، مع التغذية السليمة، وده شيء مهم. فلو حصل في أثناء هذه الفترة التسنين، فألام التسنين، فزي ما ذكرنا الإجراءات المتبعة في الحالات دي. ويهمني هنا برضو في المقام ان انا بعد ما الاسنان بتطلع، يهمني في عادات عند الناس يقولوا ان دي اسنان لبنيه لو فيها تسويس مش مشكله هي هتقع. لا، ده اعتقاد خاطئ. واللي بيساعد في زياده تسوس الاسنان عند الاطفال، انصح الاهل ان هم يقللوا المرضعه، يعني الطفل يرضع خلاص يشيلوها من فمه، ما يسيبوهاش مسواش في فمه كده كلهايه او شيء من هذا القبيل. وانصح برضو ان الطفل لا ينام وعلى المرضعه وفيها حليب او عصائر، لان بيبقى فيها سكريات تعمل تخمير فتعمل تسوس في الاسنان وتعمل مشاكل بعد كده. وعند عمر سنه المفروض ما ياخدش المرضعه خالص، الى جانب العنايه والوقايه بتنظيف اللثه يوميا بقماش نظيف بماء بارد. وتقريبا بعد سن السنتين ممكن نبقى نستخدم الفرشاه مع المعجون الأسنان، ده للوقاية من التسوس، لأن التسوس هيأثر بعد كده على الأسنان، على شكل الفك، وبالتالي على الأسنان الدائمة اللي هتطلع بعد كده. لكن فدي نقطة مهمة جدا، يعني إن احنا الأسنان هيحصل ولازم نقي ونحمي هذه الأسنان اللبنية. ما نقولش إنها لبنية هتطلع وخالص هتسقط، لا، لأن دي ليها طبعا مضاعفات. لو الأسنان اللي ما اتعملتش صح هتبقى في دايما تجويف بين الأسنان، الأسنان الدائمة اللي تحت تطلع غير منتظمة، ممكن في بعض أحيان تعمل صفين من الأسنان عند الأطفال. فدي من الحاجات. الحاجة برضو اللي أحب أقولها في أثناء التسنين، إن في بعض ناس بيستخدموا علاجات شعبية فبتبقى مؤلمة جدا، بيحطوها على اللثة عشان يخفوا في الألم، فبتبقى مؤلمة للطفل أكتر، فالطفل بيتألم منها أكتر ما يتألم من إيه؟ من ظهور الأسنان.
صحيح. وفي قول برضو مهم أحب أذكره، أن في بعض الأهل لما يشوفوا أن الأسنان تأخرت يرد علامة من علامات الذكاء، هذا ليس صحيحا وليس له علاقة خالص بالذكاء. كيف دكتور لها علاقة بالذكاء؟ في عادات كده يقول لك لا ده عايز طفل ذكي فيسيبوه، لكن لا ما يكسبش، لازم يراجع الطبيب يشوف ليه الأسنان اتأخرت، هل في عوامل وراثية، هل التغذية غير سليمة، ما بياخدش فيتامين د، هل في عيب في الـ في الـ في اللثه، اه مشاكل عدويه، هل لا قدر الله عنده نقص في الغده لافراز الغده الدرقيه. وطبعا هو مش لوحده التاخر اسنانه مش احدى الاعراض الوحيده، لا في اعراض طبعا تانية صحيح. بس من ضمنها نقص الغده الدرقيه. نعم. دي امور مهمه يعني لازم نراعيها في الاطفال، ما نقولش دي اسنان اطفال وخلاص، لا لا. نعم. أيضا هناك دكتور الكثير من التحديات اللي ذكرتها حضرتك، يعني موضوع يعني ثقافة يعني أن الطفل يتعلم يعني من بداية يعني حياته السنوات الأولى من العمر كيف يعني يعرف يعني ينظف الأسنان بشكل صحيح وبفترات صحيحة، أيضا كيف يكون دكتور يعني من خلال يعني خبرتك وفي هذا المجال دعم الأم والأب والأسرة للطفل بحيث أنه يكون عنده هاي الثقافة من بداية يعني سنوات العمر، على أساس أنه أيضا تكون عنده مستمرة في حياته مستقبلا. هو زي ما حضرتك تقول كده مظبوط، أنا دايما أقول أن الابن هو ابن بيئته، فلو البيئة الأهل بيعلموا أطفالهم كده هيطلع الطفل على هذه على هذا المنوال. بالنسبة للأسنان يعني لما تبتدي تطلع الأم ممكن تنظفها له بقطعة قماش باردة كده، تنظيف يوميا بمية بس ما فيش حاجة، ويعني بدون أي حاجة. وبعد كده يعني عنده عمر تقريبا السنتين المفروض يبتدي يستخدم معجون الأسنان، وقبلها تكون معاه فرشة، نجيب له فرشة طبعا لها شكل كده أطفال يحبوا لون اللي هم يحبوه. وبنستخدم معجون الأسنان في الأطفال اللي هم عند السنتين بيكون مفهوش فيه كلورايد، وبنستخدم حتة تقريبا زي مثلا حبة الرز والأم تدعكها له في على الأسنان. ولما يبقى أكبر من كده، أكبر من السنتين، ممكن تبقى معجون الأسنان يبقى في حجم حبة الذرة ويعملها. بس طبعا نبقى نتأكد أن الطفل في بيقدر يبصق عشان ما يبلعش هذا المعجون. نعم. وفوق السنتين بننصح أنه يستخدم معجون الأسنان اللي هو في الفلورايد، لكن ما قبل كده ما بنصح شيء. نعم. أيضا دكتور هذا موضوع آخر، يعني تنوع معجون الأسنان اللي متوفر أيضا في المحلات والأسواق أيضا يحتاج إلى ثقافة ويحتاج إلى معرفة عن الأنواع أو النوع اللي هو المناسب لعمر الطفل، مثل ما ذكرت يعني إذا كانت مرحلة التسنين عند الطفل من يعني الشهر الرابع ويستمر إلى الثلاث سنوات، فلا بد أن أيضا دكتور اختيار معجون الأسنان المناسب للطفل أيضا جانب مهم. بالضبط كده، ده مهم جدا، وهي طبعا موجودة في الصدر. يعني لازم الأهل ينتقوا النوايات الصحية المتعارف عليها، وإجمالا كده من أقل من سنتين ما نستخدمش اللي هي في الفلورايد، لكن بعد السنتين معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. نعم. مهمة يعني. دكتور أحمد عندنا عفوا المقاطعة، دكتور عندنا سؤال من أحد المستمعين للبرنامج أن عندهم طفل عمره 6 سنوات ولكن تم تشخيصه بأن عنده ضعف عام في الأسنان، ويقول أن في أحد الأطباء تم تشخيصه بأن يعني يحتاج إلى يعني تغذية جيدة على أساس أنه يتم تقوية الأسنان. فالسؤال شو تنصح دكتور الحالة هاي، هل يتم عرضه إلى يعني مثلا طبيب مختص في هذا الجانب، أو أنه يعني مثلا خلال المرحلة العمرية القادمة ممكن يتم تقوية الأسنان بشكل طبيعي؟ لا طبعا أفضل يراجع الطبيب الأطفال. نعم. يشوف الأول هل الأسنان لوحدها بس ولا الطفل إجمالا عنده تأخر في أمور أخرى،
ولان يعني في الحاله دي احنا بنبحث هل ليه علاقه بالداخليه بالجسم بالتمثيل الغذائي بالعظام وكده، وبنطلب تحليلات معينه وممكن نحتاج نعمل اشعاعات، لان هو الاسنان برضه هي زي نقول مراه للجسم الداخلي، احتمال يكون في حاجه داخليه لازم نشخصها. وفي الحاله دي بعد ما بنشخص يمكن يكون في تكون تطلع بس سبب في الفك، ففي الحاله دي بيحتاج يروح للطبيب اسنان للاطفال يعني. لكن ما لازم يتشاف لطبيب اطفال في الاول بحيث يشوف الصوره العامه، يكون سوء تغذيه طبعا، يكون في شيء وراثي، فدي مهمه ولازم نستبعدها يعني. صح، ومثل ما ذكرت الدكتور أحمد أن دائما يعني الناس تعتقد بعض الاعتقادات الخاطئة وتستمر على هذا الاعتقاد، وممكن أن مستقبلا المشكلة تكون أكثر يعني فيها مضاعفات ومشاكل صحية، ممكن أن تأخر العلاج إلا إذا كان يعني مثلا هو إذا أخذ الطفل في بداية المشكلة ممكن تكون مرحلة العلاج أفضل للطفل إذا أخذ يعني للجهة الخاصة أو المستشفى لمعرفة يعني التشخيص وعمل بعض الفحوصات لمعرفة السبب والعلاج في الوقت المناسب. بالضبط كده. هو كمان أنا أحب دائما أؤكد على أن الوقاية برضه مهمة، فهو بالنسبة للوقاية العامة اللي هي التغذية السليمة، الفيتامين د، الحاجات دي، التغذية السليمة يعني بيها تنوع مصادر الطعام من بروتين ودهون وكربوهيدرات وفواكه وخضروات، دي نقطة مهمة جدا، إلى جانب التعرض للشمس. فإحنا لو فإحنا لينا ما نتعرضش كتير للشمس، فبنفضل إن إحنا ندي فيتامين دي بجرعات وقائية، ودي مهمة طالما ما نتعرضش للشمس. ثم نيجي بقى المرحلة الثانية اللي هي لا قدر الله إن حصل حاجة مرضية. فأول لما الأهل يشوفوا في اختلال ولو بسيط يفضل أن يرجعوا الأطباء للمعرفة. دكتور أحمد عبدو، أخصائي أول طبي الأطفال في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتور على وقتك وعلى المعلومات الجميلة الحقيقة والخدمات المميزة اللي يتم تقديمها للأطفال في مرحلة التسنين بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وكان معنا في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن، أو عفوا الأستاذ وائل القواسمة. وتقبلوا تحياتي، عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.